الو ناين جريدرز، اليوم بدنا نعيد شرح بعض الامور مع حل الهوم ووركس اللي كانت موجوده معنا بالورق. رح نبلش وحده وحده باذن الله. اوكي، حنبلش هلا بالسؤال الاول. شو عم بيقول لي؟ The adjacent diagram represents a general scheme of the blood circulation. اذا بشوف طبعا هاي الصوره من الناشونال تكست بوك، بشوف هون اللانجز او التو لانجز، هيدا الهارت، وطبعا هون عندي ليفر، انتستين، muscles او cells of the muscles. عطيني بعض الاورجانز بالجسم، عم بفرجيني كيف البلاد سيركيليشن عم تجمع بين هالاورجانز. طبعا انا هون عندي تو سيركيليشنز مبينين واضحين، اول سيركيليشن او اول بلاد سيركيليشن between the heart and the lung، وطبعا هيدي اسمها البلمونري سيركيليشن. اما between the heart and other organs of the body هيدي بنسميها systemic circulation. فاول سؤال عم بيقول pick out the name of the circulation between heart and lungs. طبعا هيدي اذا pulmonary circulation. طبعا ليش عم بقولي pick out؟ لانه هي موجودة هون pulmonary circulation بس ما انا كتير واضحة. بعدين pick out the name of the circulation between heart and other organs، هيها it is the systemic circulation. فاذا حنكتبهم that it is. إذن فرع A pulmonary circulation، فرع B systemic circulation. السؤال الثاني واللي بعده شو بيحكي؟ I'll complete the following pathway. كملي هالباثوي، كيف بدنا نوصل لهالباثوي؟ طبعا هي ما نصعب، بلش بالأورطة organs، اي organ من الجسم، بعدين بدنا وين بدنا نرجع. اوكي، فاذا اذا بنلاحظ اذا بلشنا من الأورطة اللي هو الاكسجينيتد بلد عم بطلع عبره عبر اكبر شريان بالجسم، عم بروح على اي organ. اوكي، بعدين من هالorgan بده يطلع عبر الفينا كافا ان كان inferior او superior vena cava، بده يروح على الرايت اوريكل اوف ذا هارت، ولازم نقول رايت اتريوم بس بالناشونال تكست بوك اوريكل كاتبين، حنكفي رايت اوريكل، رايت فنتريكل. بعد الرايت فنتريكل بده يطلع عبر البالمونري ارتري اللي هو طبعا بالمونري ترانك، وبتفرع لبالمونري ارتريز بالمونري ارتري، بيوصل على اللانجز. بعد اللانج بده يتجمع بي اوكسجينيتد بلاد بعد عمليه الريسبيريشن اللي صارت هون بالبلمونري فينز، حينزل على اللفت اوريكل او اللفت اتريوم، بعدين على اللفت فنتريكل، بعدين يرجع للاورطة. فاذا من محل ما بلشنا رجعنا، نحن من محل ما بنبلش حنرجع. فاذا انا هون بستنتج انه هالسيركيليشن او البلد سيركيليشن ان كانت بلمونري سيركيليشن او سيستميك سيركيليشن، it is a closed circulation، يعني سيركيليشن مسكرة مانا مفتوحة، من وين ما بلش رح ارجع. فتحت عم بقولي deduce، اكيد deduction، بقول since انه اول ما بلشنا since when we start in aorta we finished in it، يعني بلشنا بالاورطة ونهينا بالاورطة، so it is a closed circulation. فاذا هلا رح نرسم الباثواي. اول شيء سوري، اول شيء بلشنا ب اورطة organ، بعدين في عندي فينا كافا بغض النظر شو هو، بعدين رح ينزل عندي على الرايت اتريوم او الرايت اوريكل مثل ما موجود بالناشونال بوك، بعدين عندي رايت فنتريكل، بعدين عندي البلمونري ارتري، نوصل لللانكس، بينزل عبر بالمونري فينز، منكفي لللفت اتريوم، بعدين لفت فنتريكل، واخر شيء بدنا نوصل للاورطة مرة تانية. فاذا نحن بلشنا بالاورطة ورجعنا له، فهون عم بيقول لي what do you deduce؟ فرع دي بقول since we finished
in the same place where we started. نحنا نهينا بالبليس بالمكان اللي احنا بلشنا فيه بغض النظر. So blood circulation إن كانت the systemic circulation or the pulmonary circulation, it is a closed circulation. Blood circulation is a closed one. هي closed circulation. إذن هيدا كان أول سؤال كم معنا. هون كان عندي هيدا أول سؤال بال exercises. عم بقولي the document below shows the double circulation of a blood. طبعا لما نقول double circulation يعني عندي pulmonary و systemic circulation. ال pulmonary بنسميها ال small circulation وال systemic ال big circulation. طبعا هون بال pulmonary ال blood flows under lower pressure than in systemic circulation. بكون ال pressure للدم أقل أو أوطى من ال systemic circulation. اوكي فالسؤال بيقول لي by referring to the document name the cavities of the heart. شو اسم الكافيتيز او الشامبرز اوف ذا هارت؟ عندي left atrium left ventricle و right atrium right ventricle. اوكي بعدين the blood vessels that carry blood away from the heart يعني بيودي الدم. شو اسم blood vessels اللي بيودي الدم بعيد عن الهارت يعني from the heart to organs؟ اول شيء عندي الاورطة هيدا بيطلع والبلاد فاسل الثاني هو البالموناري أرتري. السؤال اللي بعده شو اسم البلاد فاسلز اللي كاري بلاد انتو ذا هارت؟ هن هينين بالموناري فينز باللفت هارت وفينا كافا بالرايت هارت. هدول بوسط الدم على الهارت. بعدين بقول specify the importance of each of the two circulation concerning the exchange of gases. شو أهمية التو circulation بالنسبة للإكسشينج of gases؟ هلا البالموناري circulation هي بتسمح للدم انه يخسر الكربون دايوكسيد get rid of carbon dioxide through respiration and it provides the blood with oxygen needed for the cells. يعني الدم بيفوت على اللانج بيكون حامل oxygenated blood deoxygenated blood بيطلع حامل oxygenated blood. اما بالsystemic circulation الimportance لإله انه it provides the organs of the cells with oxygen and getting rid of carbon dioxide. يعني الدم بيطلع من الهارت بيكون oxygenated ملان اكسجين بروح على الاورجانز بيعطي هالاكسجين للاورجانز بصير في gaseous exchange. الاكسجين is diffused from the blood to organs while carbon dioxide from organ to blood فبيطلع الدم بيكون ملان carbon dioxide. اوكي هات نبلش نكتبهم. نصغر هيدي نصغر هيدي. اوكي رح يكون اول شيء عنا فرع ايه عم بيقول لي cavities of the heart. اول واحدة عندي left atrium left ventricle right atrium right ventricle. اوكي الفرع الثاني بيقول the blood vessels carry blood away from the heart اللي هني الأورطة والبالموناري arteries والبالموناري arteries اللي هني عبر البالموناري trunk اللي بيتفرع ramification into pulmonary arteries. بعدين the blood vessels were that carry blood into the heart اللي هني pulmonary veins الفور pulmonary veins اللي بيجوا من اللانجز لللفت هارت وعندي طبعا الفينا كافا يلي بيجي على الرايت هارت. فرع بي عم بيقول لي specify the importance of each of the two circulation concerning the exchange of gases. رح نبلش بالpulmonary circulation. شو وظيفة pulmonary circulation؟ أول شي بقول deliver oxygen أو sorry deliver carbon dioxide to lungs. Exchange بصير عندي exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and sorry between blood and air in lungs and delivering
طبعا deliver oxygenated blood. طبعا الدم بيطلع منه oxygenated, ف delivered oxygenated blood to left heart. هاي according to gaseous exchange. هلا بدنا نبلش ب systemic circulation. So systemic circulation, okay, بنقول deliver أو delivers oxygen and the nutrients to cells, للخلايا. بصير عندي exchange of oxygen and carbon dioxide طبعا between blood and cells. carbon dioxide طبعا اوكي كربون داي اوكسيد او بلد, خلينا نقولها بطريقه اوكي, دي اوكسجينيتد بلد, دي اوكسجينيتد بلد از ديليفرد, بده يرجع لوين؟ تو رايت هارت. بهالطريقه بنعرف شو اهميه كل circulation فيهن according to gaseous exchange. هلا السؤال الأخير اللي شايفينه هون كمان واضح وهين. The following diagram represent a general scheme of a blood circulation. Okay, label the scheme by recopying the numbers from 1 to 8. كيف بنعمل لها label؟ طبعا 1 اللي هي عبارة عن شو هون؟ هي lungs. Number 2 هن pulmonary veins يلي بينزلوا على left heart. Number 3 هي الأورطة. 4 السيلز. 5 الفينا كافا. 6 اللي هو الميوكارديوم أو الهارت, المسل اوف ذا هارت ان جنرال. 7 اللي هي البلموناري ارتريز. 8 اللي هن البلاد كابيلاريز. طب A capital letter طبعا هي هيدي pulmonary circulation, أما ال B هي systemic circulation. إذا عملنا label أول شيء, بعدين B I'll explain the statement the blood circuit is double circulation. أكيد double circulation and اثنين circulation by محدد by naming A and B. إذا so بس بقول هو double circulation since it is composed of two circulation, A pulmonary circulation, B systemic circulation. أنا محدد الجواب شو بده يكون فيهم. بعدين specify the level at which gaseous exchange takes place and describe it. أول شيء gaseous exchange, بقول gaseous exchange takes أو takes place only at capillaries, والcapillaries موجودين only at the level of the lung and at the level of the cells. أما كيف بتصير describe it, بقول at the level of the lung, بقول oxygen is diffused from blood to lung, sorry, oxygen is diffused from the pulmonary air in the lung to blood, where carbon dioxide vice versa بالعكس from blood to lung. أما at the level of the cell, بقول الأكسجين diffuse from blood to cells, where carbon dioxide from cells to blood. That it is. حتى نكتب الأجوبة. Okay, حنبلش بفرع A. One هو the lungs. اثنين pulmonary veins. pulmonary veins. Okay. veins. هلا واحدة. three اللي هو الأورطة. four cells. five vena cava. six اللي هن اللي هو lung. sorry الهارت. الهارت 7 اللي هو البلمونري أرتري. 8 اللي هو الكابيلاريز او البلاد كابيلاريز. فرع بي عم بيقول لي explain the statement blood circuit is double by naming, بقول blood circuit, blood circuit is showing double circulation, circulation اللي هني A
and B where A اللي هي pulmonary circulation and B اللي هي systemic circulation. بعدين عم بيقول لي فرع C I'll specify the level at which gas بقول gaseous exchange occurs only at capillaries that are found اللي احنا ما بنلاقيهم الا وين at level of alveoli in lungs and at level of cells. هلا at level of alveoli oxygen is diffused from alveolar air. اوكي رح نكفي هون. To blood while carbon dioxide in opposite direction but at level of cell oxygen is diffused from blood to cells while carbon dioxide in opposite direction. Okay, that it is.